السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ أنا عايزة النهاردة أخاطب البنات اللي هي على طول زعلانة وعلى طول متضايقة وعلى طول مخنوقة. ايه يا حبايبي؟ بص يا حبايبي، ده حلها بسيط جدا، إن احنا نتجه ونلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ونقرأ قرآن، ونستغفر ربنا كتير. واللي بتحب وحبيبها بيسيبها وتقعد، مش ده أول ولا آخر واحد، لسه قدامك الدنيا، قدامك الدنيا كبيرة والدنيا مفتوحة لكي وللي زيك. ودايما تبص للدنيا بنظرة حلوة، ما تتشأميش وما تخافيش، ودايما حط ثقتك في الله. أول واحدة المتجوزة ودايما بينها وبين جوزها مشاكل، اتكلي على الله، فوتي أمرك إلى الله، واتقي الله في نفسك وفيه وفي عيالك، هتلاقي ربنا فكلك أمورك وفك دقتك ويسر أمرك، ومحدش يقلق من حاجة، والمكتوب لنا حاجة بنشوفها دايما نعرف كده. ودايما نذكري ربنا كتير، وصلي وقول الأذكار، ربنا يفتحها في وشنا، ومضيقة إلا بعدها يسر وفرج. والله أعلم. ما تنسناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.